السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لدينا جهاز إيشي سونيك ميني اتش دي 200 بلس فيه مشكل. سونيك ميني 220 فيه مشكل، سوف نقوم بتوصيله من الكهرباء. سأقوم لا يشتغل فيه شيء. سأقوم بقياس، سوف أقوم بقياس كهرباء. يوجد هنا، بسم الله، سوف نضع هنا 200، بعد 20 فولت، بعد 20 فولت يوجد فيها 24، 25، 22. كم تستقر 15 فولت، مكان 15 فولت و 12 10، كم تستقر مكان 5 فولت، لا يوجد شيء، 0 يعني 0. سوف أفصل الجهاز عن الكهرباء. سوف أقوم بفتح علبة التغذية لفصل علبة التغذية. أول حاجة نقوم بها نقوم بقياس ونضع الأقمار على الجرس، سوف نقوم بقياس 5 فولت مع الأرض، إيجاد الشوط يعني التماس، سوف نقيسه ما سيكونش عند الصومات، سوف نقوم بقياس الكوندو. تاج المكتف أيضا في التنس، مكتف آخر تاني سوف نقول هو أيضا في التنس، الديود حتى تاج الديود أيضا في التنس، التنس ما يكونش داك التنس سميسونيش. سوف أقوم بإقصاء أحد أرجل الديود، الآن قمت بإقصاء أحد أرجل الديود. الآن لا يوجد تماس على 5 فولت وأرضي، مكتف أيضا لا يوجد فيه أيضا هذا المكتب، إذا لا يوجد هو سبب المشكلة. سوف أقوم بقياس مرة أخرى، نعم هو سبب المشكلة، سوف أقوم بتبديله. الديود هو سبب المشكل، سوف أقوم بغيابه آخر.
الآن تم تغييره بآخر، سوف أرجع للتغذية إلى مكانها. سوف أرجع للتغذية بتوصيل الكهرباء على 40 فولت. الآن المنتج مستقر، الآن توجد 5 فولت. أول جهاز تم إصلاح المشكل. أتمنى أني موفق في الشرح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.